السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة. نقعد في بيوتنا هانت، ربنا يحمي العالم كله. بص كده قبل ما نبدأ الفيديو ده، خليني أقولك أنا بعمل الفيديو ده بدواعي الحظر، زي دواعي أمنية كده، فإحنا قاعدين محظورين، فأنا قررت كده دماغي اشتغلت، فقررت أعمل فيديو. قريت عن شوية حاجات وقريت آراء ناس وقريت كلام كتير مكتوب، وجاي أقولك الكلمتين اللي موجودين، وهو برضو احسن من وقفة المطبخ. بس قبل ما نبدأ الفيديو، ما تنساش تنزل تدوس لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، تفعل زرار الجرس، ويلا بينا. دلوقتي داير كلام كتير جدا 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 عن ازاي العالم بينتهي، وكلام غريب جدا في بعضه. هنسيبنا من الكلام ده، ولكن نقطة بقى علمية، هل ممكن الاحداث اللي بتحصل دلوقتي تؤدي الى يعني انتهاء عصر التكنولوجيا، انقراض عصر التكنولوجيا، هتأثر على التكنولوجيا؟ ده اللي انا كنت عاوز اعرفه، واللي قعدت ادور فيه وجبت النتيجة دي. النهاردة انت لما بتقعد على الانترنت من وقت بداية الحظر لحد نهاية الحظر، طبعا يعني بتقعد تتنطط وتتشقلب جوه المكان اللي انت قاعد فيه كذا مرة، لان النت مش ضابط معاك خالص، يعني شبكة الانترنت مش ضابطة معاك خالص. طيب دي اول نقطة. النقطة التانية، دلوقتي مصانع كتير قافلة، وخلينا نتكلم ان فترة الوباء بتاخد فترة كبيرة وما تعرفش التداعيات ايه والظروف ايه. طيب المصانع هتقفل، هل خلاص ما هو انت هنا بقت المصانع والمبتكرين؟ يعني احنا زمان كنا بنقول ايه، اصل احنا بيجي لنا اخر تكنولوجيا في مصر. لا، الموضوع هنا مختلف، هو الناس اللي كانت تبتكر بره مش موجودة ومش هينفع تبقى موجودة دلوقتي، ولو اتوجدت وفكرت مش هتلاقي حد يصنع. فالنهاردة المخ او الفكر اللي كان بينتج تكنولوجيا عطل. الفكرة مش فيك انت، الفكرة في مكنة بتنتج عصير، المكنة دي نشفت من جوه. هل هنتوقف عن تكنولوجيات معينة؟ هل هتستمر التكنولوجيا؟ سؤال غريب. طيب لما ابتديت ادور على الموضوع ده، لقيت ان شركات كتير لغت الايفنتات بتاعتها او حفلات الاطلاق بتاعتها. يعني شركه زي ابل بتقول هنتج موبايل في شهر 4، وهعمل ده مش كلام، ده هتاخد القديم تقفل عليه الجديد وهي لسه حلاوه روح. طيب لما هنيجي دلوقتي هتعطل الدنيا، هيحصل ايه؟ خطوط الانترنت ممكن تتعطل لساعات في اليوم زي ساعات الحظر، علشان في احتياجات تانية غير الشغل اللي احنا بنعمله، في احتياجات بين الدول بيتم الاتصال والتواصل بيها عبر الانترنت. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، الفيسبوك ممكن من الابليكيشنز اللي تشتغل عدد ساعات معينة، يعني يبقى ما بيشتغلش 24 ساعة، يبقى مثلا بيشغلوا الدول عدد معين، لان كل الناس قاعدة في البيت وكل الناس داخلة، فالسيرفرات دلوقتي جايبة اخرها. يعني السيرفر اذا كان هو عنده مثلا مليار مشترك، فبيبقى عامل حسابه ان اقصى تقدير 600-700 مليون قاعدين على السيرفر دلوقتي بيتصفحوا او بيعملوا حاجة. طيب لما يواجه العدد كله مرة واحدة او الضغط ده، هيبدأ يشغل ويفصل فيسبوك من دول لدول، وكذلك اليوتيوب، منصات اليوتيوب ابتدت دلوقتي عشان تتفرج على الفيديو اليوتيوب بقى عندك صعوبة جدا. واليوتيوب معايا انا حتى في الابليكيشنز وفي الحاجات دي بيحصل له تهنيج بنسبة كبيرة، ناس كتير هجمت عليه وابتدت تعمل فيديوهات على اليوتيوب، فده ممكن يخليهم يبدأوا يوقفوا عدد معين من قنوات، يبدأوا يوقفوا وقت معين للفرجة، يبدأوا في مليون حاجة ممكن تتعمل علشان يقلل استخدام اليوتيوب. ابتدت الناس تلجأ للتيك توك اللي ما كانش حد بيدخله خالص، بقت في ناس غريبة جدا دخلت على التيك توك، واللي كان بيتريق على التيك توك دخل على التيك توك، والموضوع انتشر. هقول لك على حاجة تانية، مثلا كل الناس اللي قاعدة في بيوتها بتعمل انترفيو او بتعمل مقابلات او بتعمل اجتماعات عن طريق الانترنت، نفس الفكرة، يعني نفس الموضوع، ان بقى في تحميل غير طبيعي على الشبكات، تحميل غير طبيعي على وسائل الاتصال نفسها، تحميل غير طبيعي على جوجل، في حين ان الموظفين بتوع الشركة نفسهم دلوقتي متقلل عددهم، فالعدد اللي بيشتغل قليل، الموضوع معقد. طيب ده سيناريو عادي وكله بنتكلم في الضعف وفي الحاجات اللي انت جبت ايه جديد، ما احنا عايشين في ده، اليوتيوب تعبان، النت تعبان، ما ماشي، ايه الجديد؟ الجديد بقى ان امريكا اللي عندها كل الكلام ده لو اتضربت، وهي مضروبة بالمرض او بالفيروس ربنا يعافينا، يعني طب هيحصل ايه؟
السورس نفسه بقى الشركات نفسها بتاعت المكان كله هتنهار، فكل التكنولوجيات اللي فاتت هتقع خلاص، ما عندكش اوبشن يعني. ما بقاش في جوجل، ما بقاش في فيسبوك، ما بقاش في انترنت، ما بقاش في اي حاجه، كل التمويل الاساسي للتكنولوجيا هيقع. ده بالنسبه لجزئيه السوفت وير او التكنولوجيا السوفت وير. طيب الصين دلوقتي لازالت على حذر وما بتدخلش ناس من مواطنين دول معينه والكلام ده كله، والحياه عندهم مش وردي، ما بيبيعوش ويشتروا والحياه فتحت عادي خالص، لا يعني في تحفظ جامد، مع ان بعض الدول اللي هي منها مصر ممكن توقف الاستيراد خالص وتوقف الطيران، بضايع او مش بضايع او اي حاجه يتوقف. فاصبحت الصين هنا حتى لو هتعمل هتشتغل على تطويرات لكن مفيش انتاج، مفيش حاجه شايفينها. الموضوع معقد جدا، تحسه مشبط في بعضه وراكب في بعضه، ولكن لازم نحط تفكيرنا في الموضوع ده. خليني اقول لك بقى حاجه تانية، في شركات مصانعها شغاله والدنيا تمام وكل حاجه، طيب ازاي هينتهي عصر التكنولوجيا؟ في ناس بتتوقع ان اثار الفيروس ده هيمتد لثلاث اربع سنين اثاره عشان يتم معالجته، فالدول هتكون بتبني في أنظمة صحية وجديدة، وهتكون بتبني في أنظمة دفاعية وقصة تانية خالص. هيبدأ ينصرف تفكير بعض الدول عن التكنولوجيا لأنه هيهتم بالتكنولوجيا بتاعته هو بقى، لأن هو مفاتيح العالم اتغيرت، كل اللي كان عامل حسابه ان لو حصل كذا هعمل كذا، لا دلوقتي الاوبشن بالنسبة له اختلف، لانه كان دايما بيحسب المشكلة عنده او عند اللي حواليه بس، لكن ممكن الاماكن البعيدة ما تكونش واصلة او ما تكونش واصل لها ده، وده اللي حاصل حرفيا. انت عندك المرض من البرازيل للصين، من اقصى الارض من اقصى الشمال لاقصى الجنوب، ومن يعني من اي حتة في اي حتة، فخلاص ما بقاش عندك اوبشن، العالم انعزل. هل الانعزال ده هيؤدي ان احنا نشوف تأخر او اندثار او ايه بقى هيكون ايه في عصر التكنولوجيا؟ ده اللي لازم كلنا نتابعه عشان نعرف العالم هيتطور ويوصل لفين. خليني اقول لك حاجة كمان، زي ما هيعاد تقسيم القوى والدول بعد الازمة دي ان شاء الله، هيعاد تقسيم القوى التكنولوجية والانتاجية والصناعية بعد الموضوع ده، دول هتطلع ودول هتنزل، فالموضوع ابعاده كتير. بشكركم يا رب ما كنتش طولت عليكم، وارجوكم تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، ودي فيديوهات كده بعمل دردشه معاكم، ولو عندك اي استفسار تقدر تسيبه لي في الكومنتات هنا او في الفيسبوك او في الانستجرام، اللي هتلاقي اللينكات بتاعتهم في صندوق الوصف. واشوفكم في فيديوهات جايه، وكان معاكم محمد النواوي.